شكرا للساكنة مدينة طنجة والمواطنين اللي وضعوا الثقة فينا، وكنشكر السيدات والسادة أعضاء المجلس كذلك على الدور الإيجابي اللي قاموا به. وحنا من هذا المنبر كنصرح بأن احنا غنشتغلوا في المستقبل التعاون مع جميع الفرق اللي كاينة في المجلس، وغنتفادوا الخلافات السابقة، وغنعزوا والرهان ديالنا هو أن نمشيو نلبيو الرغبة لا صاحب الجلالة صلى الله ولا المواطن ديال مدينة طنجة. نتمنى الله يوفقنا ونكونوا عن حسن الظن الجميع، وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.